كل عام وأنتم بخير. تحل علينا الذكرى 37 لتحرير سيناء من دنس الصهاينة برفع العلم المصري على طابة. عادت إلينا أرض الفيروز بعد أن تم احتلالها واغتصابها من العدو الصهيوني على مدى 15 عاما. أعتقد أن كل إنسان مصري سعيد بهذه اللحظة، سعيد لأنه يدرك تماما أن أرض الوطن عادت للوطن، وأن سيناء الآن التي دخلت التحرير الثاني تستحق منا جميعا أن نقف وقفة رجل واحد. من المؤكد أن هناك من يتناسى أو يتجاهل أدوار عديدين كانوا سببا في هذه اللحظة التي وصلنا إليها، اتفق أو اختلف. نعم، الاتفاق والاختلاف أمر طبيعي، ولكن التاريخ لا أحد يستطيع أن يتجاوزه. الرئيس جمال عبد الناصر الذي مهد لحرب الاستنزاف وخاضها ببسالة، والرئيس أنور السادات الذي خاض حرب أكتوبر أيضا بقوة كبيرة، والرئيس حسني مبارك الذي رفع العلم على طابة، أمور لا يمكن لأحد أن يتجاوزها بأي حال من الأحوال، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع أي من الزعماء، ولكن تاريخ مصر يجب أن يكتب كتاريخ. من المؤكد أن ما يجري الآن في سيناء ودور الجيش المصري العظيم والشرطة الباسلة التي تقدم الشهداء دفاعا عن الوطن هي ملحمة لا تقل عن ملحمة التحرير. إنها حرب شرسة تتداخل فيها عوامل كثيرة، هناك قوى عديدة هي شريك في المؤامرة، ولكننا على ثقة كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة بأن لحظة تطهير سيناء كاملا من دنس الإرهاب حتما سوف تأتي. بسم الله الرحمن الرحيم.